هناك شريط قد انتشر وفشى بين الناس، وذكر فيه أن أحد من أهل الكفر في شركات روسيا حفرت ثم وضعت بعض المسجلات، فسمع صوت المعذبين وصرخاتهم في تحت الأرض، وأسمع هذا الشريط للناس الحاضرين. هل هذا صحيح؟ وهل هذا من اطلاع الناس على عذاب القبر؟ وما موقفنا من هذا الشريط وأمثاله؟ أول شيء، هذا خبر عن المغيبات، وهو من نقل الكفار. نحن لا نصدق الكفار في نقلهم. ثانيا، أن عذاب القبر ما يحتاج إلى حفر بالارتوازات، القبر قريب ويسمع أحيانا، يسمع أحيانا من دون حفار، يسمعه الله من يشاء، قد سمعه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحتاج إلى حفارات وعمق. ثالثا، أن الحفارات ما يمكن أن تصل إلى سجين، إلى الأرض السابعة. من قال هذا؟ حفارات روسيا تبي تصل تخترق السبع الطباق وتصل إلى سجين؟ هذا كذب، افتراء. رابعا، أن هذه الأصوات ما يتيقن أنها أصوات أصحاب القبور، قد تكون أصوات جن أو شياطين، أو أنها تمثيلية، إنهم اجمعوا ناس يصرخون وسجلوا هذه وقالوا هذا من عذاب البرزخ. هذا كلام لا يصدق. نحن يكفينا ما جاء في الكتاب والسنة، لسنا على شك، يكفينا ما جاء في الكتاب والسنة. نعم.